بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. اليوم إن شاء الله وبناء على طلب العديد من الزملاء وأبنائي من شباب المحامين نتحدث عن الطعن بالنقد وإثاره. وفي البداية أود أن أوضح أن هناك طريقين للطعون في الأحكام، طريق عادي وطريق غير عادي. الطريق العادي هو المعارضة والاستئناف، والطريق غير العادي وهو النقد والتماس إعادة النظر. واليوم إن شاء الله نتحدث في الطعن بالنقد وآثار الطعن على الحكم المطعون فيه. الطعن بالنقد هو درجة من درجات التقاضي غير العادية زي ما أنا تحدثت من شوية، وهو في حالة حدوثه أو التقرير به يجعل الحكم المطعون عليه غير بات أو قاطع وغير منهي للخصومة، إذا تظل الخصومة فيه معلقة لحين الفصل في النقد. ويوجد هناك طريق آخر غير عادي، وهو طريق التماس إعادة النظر، وإن شاء الله سوف نخصص له حلقة مستقلة لأهميته وأثره القوي في الأحكام المقدم فيها الالتماس بإعادة النظر لمدى أهميته وخطرته. واليوم في تحديثنا عن الطعن بالنقد سنبدأ الحديث في ميعاد الطعن بالنقد. الطعن بالنقد ميعاده 60 يوم من تاريخ صدور الحكم المراد الطعن عليه، سواء كان الطعن في حكم مدني أو كان الطعن في حكم جنائي، هو الميعاد واحد. وأنا عايز أوضح وأكد أن 60 يوم دول موعد سقوط، لابد فيه من التقرير بالنقد وإيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقد في خلال 60 يوم ما يعدوش، لأن لو عدى 60 يوم ولم يتم إجراء من هذه الإجراءات يصبح النقد غير مقبول شكلا، لأن دي شروط قبول النقد شكلا. فلابد من إجراء الطعن والتقرير به وإيداع مذكرة بأسباب الطعن في الموعد القانوني. طيب إيه هي الأحكام اللي يجوز الطعن عليها بالنقد؟ إحنا عندنا نوعين اتنين من الأحكام ويجرى عليهم أيضا الطعن بالنقد. نوع ونوع الأحكام الصادرة جنائيا والأحكام المدنية. هنتحدث في البداية عن الطعن بالنقد الجنائي اللي هو الطعن في الأحكام الجنائية، وهو بيكون في الطعن بالنقد يتم جنائيا في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات حضوريا وليست غيابيا. أنا بعيد التأكيد أهو، حضوريا وليست غيابيا. ليه؟ لأن الأحكام الغيابية هناك إجراء آخر وهو إعادة إجراءات المحاكمة. الأحكام الغيابية يطعن عليها في الجنايات بإعادة إجراءات المحاكمة، ولكن الأحكام الحضورية يتم الطعن عليها بطريق النقد. ده بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. كذلك يكون هناك طعن جنائي في الأحكام الصادرة جنائيا في الجنح، وهي الجنح المقضي فيها استئنافيا من محاكم الجنح بهيئة استئنافية اللي هي الدرجة الأخيرة من الطعن العادي. وده بالنسبة للأحكام الصادرة في جنح المستأنفة يجوز الطعن عليها أيضا في خلال 60 يوم اللي احنا قلناهم، وبذات الإجراءات سواء كان نقض مدني نقض جنائي، جنائي سواء كان في جنح أو في جنايات. أما النقض المدني هو أيضا ذات المعاد. في النقض المدني 60 يوم هما معاد واحد سواء كان نقض جنائي أو نقض مدني زي ما أنا قلت من شوية، ويكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي. النقد المدني نعيد تاني عشان نوضح الجزئية دي عشان بيحصل فيها لبس، لان انت بيبقى عندك ساعات قضايا منظورة في محاكم الكلية بدائرة استئنافية اللي هي محاكم المدني مستأنف، دائرة كلية بصفة استئنافية، وعندك محاكم الاستئناف العالي بتصدر على الأحكام الابتدائية.
الدائرة الاستئنافية المحاكم الكلية بدائرة الاستئنافية بتكون أحكامها صادرة على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، ودي أحكام لا يجوز الطعن عليها بالنقد. الحكم في الاستئناف فيها نهائي، لا يجوز الطعن على الأحكام فيها بالنقد. أما الأحكام المدنية التي يجوز الطعن عليها فيها بالنقد هي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي. أنا بأكد أهو، الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي اللي هي الأحكام المدنية هي اللي بيجوز الطعن عليها بالنقد. طيب تطعن بالنقد إزاي؟ كيفية الطعن بالنقد؟ هو إحنا لما نتحدث عن كيفية الطعن بالنقد هتلاقي الإجراء في الطعن الجنائي مشابه تقريبا للإجراء في الطعن المدني. كلا الإجراءين بيتم عن طريق موظف مختص بالطعون، إما في الإدارة الجنائية مختص بالطعون الجنائية، وإما موظف في محاكم الاستئناف العالي مختص بالطعون في الأحكام. أما تروح تعمل الطعن الجنائي في دفتر اسمه دفتر التقرير بالطعن الجنائي، بيكون عند موظف في الإدارة الجنائية بيمضيك على التقرير، بيملى بيانات القضية اللي بترغب الطعن عليها بالنقد، ويملى اسمه تقرير الطعن بالنقد، تقرير مطبوع كده في دفتر، بيبقى الدفتر له كعب زي دفتر الشيكات كده، بتتملى البيانات في الأصل وفي الكعب. الأصل ده انت بتاخده ويتختم ختم النسر، لان ده الدليل على انك طعنت بالنقد، والكعب ده بيفضل الدفتر محفوظ في الإدارة الجنائية في المحكمة. بتقرر امام الموظف المختص وبتوقع توقيعين اتنين في الدفتر التقرير بالنقد، بتمضي قدامه توقيعين اتنين، توقيع في الاصل وتوقيع في الكعب بتاعه. بتاخد الكعب بتاع الايصال النقد اللي بيفيد انك قررت بالنقد في الميعاد القانوني، وتعود لايداع مذكرة باسباب الطعن بالنقد زي ما انا قلت من شوية. بيرفقها الموظف مع ملف الطعن، بيتعمل ملف للطعن بالنقد، وبيرفق الموظف فيها مذكرة أسباب الطعن بالنقد، لأن الملف ده كله بيصدر لمحكمة النقد في القاهرة، لأن هي المحكمة الأم، محكمة وحيدة على مستوى الجمهورية، محكمة النقد. كل الأحكام المطعون فيها بالنقد على مستوى الجمهورية بيتم تحويل ملفاتها إلى محكمة النقد في القاهرة، لأن هي محكمة واحدة على مستوى جمهورية مصر العربية. ده بالنسبة للتقرير في الطعن الجنائي. وطبعا في التقرير في الطعن الجنائي في مصاريف بتدفع، في كفالة طعن، في مصاريف، وفي دمغة طعن، في دمغة محاماة، حاجات كتير قوي بتدفع، بتبقى عامل حسابك عليها. لابد من سداد هذه الرسوم، لان سداد الرسوم ومذكرة الطعن اللي هتقدمها عنصرين اساسيين في قبول الطعن. شكلا تقرير الطعن ده أساسي موجود في الملف، لأن مش هيتعمل الطعن إلا بيه، ولكن عشان تكمل ملف الطعن بتاعك ويبقى مقبول شكلا لابد من سداد الرسوم المقررة، ولابد من إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقد في الميعاد القانوني، ملف الطعن بالنقد اللي هيسافر القاهرة. ده على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. ده التقرير بالطعن الجنائي، سواء كان في محكمة الجنايات وسواء كان طعن في جنح مستأنفة. تقرير بالطعن المدني هنلاقي نفس الإجراء، بتروح عند الموظف المختص في مأمورية الاستئناف العالي في الدائرة اللي أصدرت الحكم للاستئناف العالي، موظف في مأمورية الاستئناف العالي مختص بإجراء الطعون، بيبقى برضو نفس الحكاية، بيعمل لك تقرير، بيكتب تقرير بالطعن بالنقض، وبيكتب برضو نفس الطريقة نقاط للطعن فيها، بتمضي على التقرير ويدفعك برضو الرسوم والمصاريف، ونفس الحكاية تودع مذكرة بأسباب الطعن بالنقد. وفي الغالب يعني كما تعودنا لما بنجيب صورة من الحكم، لأن انت لازم تجيب صورة من الحكم اللي هتطعن عليه عشان المفروض تقرأه قراءة جيدة، عشان هتطعن على أسباب اللي استند ليها الحكم بالنقط، يعني الحكم اللي انت هتطعن عليه بالنقط، هتطلع على الأسباب وتطعن على هذه الأسباب اللي استند عليه، فالمفروض معاك صورة من الحكم سواء كان مدني أو جنائي.
طلعوا معاك صورة من الحكم وانت رايح تقرر، المفروض انك بجهز مذكرة باسباب الطعن بالنقض وتكمل ملفك كله في يوم واحد وما ترجعش تعيد القرة لتقديم المذكرة تاني. تبقى واخد المذكرة معاك جاهزة تقرر وتدفع الرسوم وتودع المذكرة وبتاخد ايصال يفيد ايداع مذكرة باسباب الطعن بالنقض. يبقى كده عندك اجراءاتك الشكلية في الطعن كلها مستوفاة وكاملة، سواء كان الطعن جنائي في جنايات او جنح مستأنفة، وسواء كان الطعن مدني صادر شرط اساسي من محاكم الاستئناف العالي، لان الاحكام الصادرة من المحاكم الكلية بصفة استثنائية على الاحكام الصفة الاستئنافية على الاحكام الصادرة المحاكم الجزئية، يعني المدني مستأنف، مدني مستأنف لا يجوز الطعن عليها بالنقض. ده ازاي طعنا كده في النقض الجنائي وطعنا كده في النقض المدني. قلنا ازاي هنطعن في المدني وازاي هنطعن في الجنائي، والجنائي عندك في الجنايات وفي الجنح المستأنفة، وفي محكمة الجنايات في موظف مختص بالطعن، وفي محكمة الجنح المستأنفة في موظف في الإدارة الجنائية مختص بالطعن. يبقى عندك هنا في كل مكان هتطعن فيه في موظف مختص بالطعن بيعمل لك تقرير الطعن ويمضيك عليه ويديك صورة منه، بتختمها ختم النس وبتاخد إيصال إيداع أسباب الطعن بالنقض بما يفيد ان ملفك تم تمام ويتم تصديره لمحكمة النقض في القاهرة، المحكمة الام اللي بتحال اليها كل طعون النقض على مستوى الجمهورية. كده طعنا بالنقض او كده قلنا هنطعن ازاي بالنقض. طب عايزين نقول مين اللي له حق الطعن بالنقض؟ هو اي حد يطعن بالنقض؟ لا، مين اللي له حق الطعن بالنقض؟ بالتأكيد لن يلجأ إلى الطعن بالنقض ويتحمل أعباء ومشقة ومصاريف وإجراءه وأتعابه وأتعاب المحامي المكلف فيه إلا إذا كان صاحب حق ويرى أن في طعن مصلحة في دعواه التي يعد خاسرة في الحكم المطعون عليه. يعني هو دائما اللي بيطعن بالنقض اللي شايف أن الحكم مش مصلحة، يعني إما الحكم غفل طلب من طلباته وقضى بطلب ورفض التاني فبيطعن على الجزء المرفوض، او الحكم صدر برفض كل طلباته اذا كان في الاحكام المدنية، او الحكم صدر بالادانة في الاحكام الجنائية ويريد الطعن عليه للحصول على البراءة، او المدعي بالحق المدني طعن في الدعوة المدنية للحكم له في الدعوة المدنية. كل من له حق فيه اجراء الطعن بالنقض اللي شايف انه خسر الجزء اللي هيطعن عليه من حقه يطعن، طالما في الاجراء في الميعاد القانوني وبالاجراء القانوني السليم وسدد الرسوم واودع كل الاجراءات اللي قلنا عليها له حق الطعن بالنقض. طيب هننتقل لجزئيه مهمه جدا وهي ايه اثر الطعن بالنقض. بقى لما طعنت بالنقض ايه اللي جرى للحكم؟ الطعن بالنقض كطريق غير عادي للطعن في الاحكام لا يوقف تنفيذ الاحكام. عايزين ناخد تحت دي خطين حمر كده، لان في ناس بتوحي ان او بتعتقد او مثلا محامي شاب وخبرته قليله في هذا المجال ولسه ما قيدش نقض ومش عارف الاثر بتاعه، ممكن يوحي للموكل او للمواطن بان الطعن بالنقض هيوقف تنفيذ الحكم. الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم سواء كان جنائي او مدني الا اذا بقى دي بين قوسين، تابع النقد بالنقد بالطعن بالنقد اشكال، يعني قررت بالنقد وعملت اشكال سواء كان مدني او جنائي. يعني ممكن في صحيفة الطعن بتاعك او تطلب في الطعن بتاعك في المدني تطلب طلب بايه؟ طلب مستعجل بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في النقض. ده طلب ملحق للطلبات الأصلية في النقض، اللي هو طلب مستعجل بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في النقض. وممكن تقدمه بإشكال جنائي أمام المحكمة الجنائية
اللي اصدرت الحكم استنادا الى الطعن بترفع امامها اشكال وتطلب في ايقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقد او اوام ذات محكمه النقد. في هذه الحالات التي يتم فيها الاشكال، الحاله الوحيده اللي توقف تنفيذ الحكم ان يصدر لصالحك حكم بقبول الاشكال. اذا صدر حكم بقبول الاشكال يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النقض. دي الحالة الوحيدة. أما غير ذلك لا يوقف الطعن بالنقض سواء جنائي أو مدني، لا يوقف تنفيذ الحكم. إشكال بس إذا قبل، إذا أصدرت المحكمة في الشق المستعجل في الإشكال بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الفصل في الطعن بالنقض الصادق الموقع عليه. يبقى هنا يوقف تنفيذ الحكم إذا قبل الإشكال، أما غير ذلك لا يوقف. فإن أي طعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، ولا يوقف تنفيذ الحكم سواء كان جنائيا ومدنيا غير حالة استثنائية واحدة. لا يوقف تنفيذ الحكم بالتقرير بالنقض جنائيا أو مدنيا، قلنا إلا إذا كان هناك شق مستعجل بإيقاف التنفيذ والمحكمة قبلته ووقفت التنفيذ لحين الفصل في النقض. إنما الحالة الوحيدة اللي الطعن بالنقض حتى لو لم يكن هناك شق مستعجل بإشكال لإيقاف التنفيذ لا يتم تنفيذ الحكم فيها إلا بعد الفصل في النقض، وهي الإعدام، عقوبة الإعدام. أعيد الجزئية دي تاني. الحالة الاستثنائية الوحيدة التي يوقف فيها تنفيذ الحكم المطعون عليه بالنقض حتى ولو لم يكن هناك إشكال في الطعن، وهي حالة الإعدام، لأن هي حالة خاصة بالطريق غير العادي اللي هو إيه. نفرض أن المتهم صدر حكم بإعدامه والمحكمة أقرت بتنفيذ الحكم وكان طعن عليه بالنقض في الميعاد القانوني، وأثناء وجود الطعن أو نظره أمام محكمة النقض تم تنفيذ حكم الإعدام ولم ينتظر وتم تنفيذ حكم الإعدام، ثم أعاد النقض، قبل النقض بتاعه وأعاد المحاكمة أو أصدر حكما ببراءة المتهم الذي تم تنفيذ الإعدام فيه، ماذا يفيد المتهم الذي تم تنفيذ الإعدام فيه إلغاء الحكم؟ هل يعيد الروح إليه مرة تانية أو يعيد إليه الحياة؟ طبعا استحالة. وعشان كده بنقول هي دي الحالة الاستثنائية اللي لا يجوز تنفيذ الحكم فيها المطعون عليه بالنقض، وهي حالة صدور حكم بالإعدام. هننتقل لجزئية مهمة. احنا اتكلمنا عن الاجراءات الشكليه والمعاد ومين اللي لحق الطعن ويطعن ازاي والاثر بتاع الطعن بالنقض، في اثر في تنفيذ الحكم او عدم تنفيذ الحكم. اتكلمنا عن الجزئيات دي. عايزين نتكلم على جزئيه هامه جدا وموضوعيه، وهي كيف تحرر مذكره اسباب النقض. انت عايز تحرر مذكره باسباب الطعن بالنقض، هتحررها ازاي عشان ترفقها في ملف الطعن بتاعك؟ في جزئيه مهمه انا عايز اعيدها واحطها بين قوسين وانتنين على طول في ودننا كده تتردد في اذاننا، ان محكمه النقض محكمه قانون وليست محكمه موضوع. محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع. يعني لما تطعن على الحكم بالنقض، تطعن على الحكم بالنقض، لابد أن يكون هناك أو صدر في الحكم اللي بتطعن عليه من المحكمة يا إما خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره. ده سبب أساسي للطعن بالنقض، لأنها بنقول إيه، محكمة قانون، محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع. فإذا صدر الحكم لابد أن يكون هناك خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره. وإنت بتكتب أسباب الطعن بالنقض،
او بتكتب مذكره باسباب الطعن بالنقط، تقدر بالفنيه الاعداد اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقات قبل كده، وبالفكر والملكه اللي اتكلمنا فيها قبل كده للمحامي، تطوع كل اسبابك وتردها الى الخطا في تطبيق القانون وتاويله وتفسيره. يعني تقدر توصل المذكره بتاعتك الا ان الحكم اللي انت بتطعن عليه حكم اخطأ في تطبيق القانون او تأويله او تفسيره. دي جزئية مهمة جدا، تقدر بفلسفة الملكة القانونية وبالحكمة الفنية بتاعتك انك تأول كل دفوعك واسبابك الى هذا السبب الرئيسي. في البداية انا بقول لك لازم يكون معك صورة من الحكم، بتقرأ الحكم جيدا قراءة دقيقة جدا وليس قراءة جرايد. ليه؟ وانت بتقرأ الحكم بيبقى قدامك صحيفة دعواك وعامل مسودة او فهرسة كده بالاجراءات اللي تمت في الدعوة كلها، وتقرأ صحيفة الدعوة بتاعتك بإتقان وتقرأ الحكم بإتقان اشد. ليه؟ لان اللي لازم تطلع قدامك كده من الحكم الاسباب اللي انت هترد اليها الطعن بتاعك، وبالتالي لابد ان تراجع مع الحكم، مع اسباب الحكم، تراجع من الدعوة الاتي. يعني نحطهم قصاد بعض كده وتواجههم ببعض، ملف الدعوة، صحيفة الدعوة، كل ما تم فيها من اجراءات مع الحكم واسبابه، تحطهم قصاد بعض كده وتعمل عملية مقارنة قانونية بين الاتنين، ايه اللي تم صح امام الاجراء الاخر. في ايه بقى؟ اولا طلبات الختامية في الدعوة سواء كانت مدنية أو دفوعك أو دفاعك في المحاكم الجنائية. تاني حاجة، علاقة عناصر موضوع الدعوة ومستنداتها وما تم فيها من تحقيق أو استجواب أو تقرير خبير منتدب فيها، وعلاقة ذلك بما استندت إليه المحكمة في أسباب حكمها. ما تعديش حاجة كده، هات الموضوع وحطه في مواجهة الأسباب، شوف ده ارتبط بده ولا لا. تالت حاجة، أوجه الدفوع والدفاع التي قدمتها في محضر الجلسة أمام المحكمة سواء كان جنائيا أو مدنيا، ودفوع ودفاع الخصم أو الخصوم في هذه الدعوة، وتواجههم بأسباب التي استند إليها الحكم. ليه؟ او ليه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ وايه علاقة الكلام ده بتحرير اسباب الطعن بالنقط؟ اولا عايزين نركز في الجزئيات دي، مهمة جدا. في صحيفة الدعوة وطلباتها الختامية قد تكون المحكمة اخطأت في تطبيق القانون او تأويله او تفسيره على موضوع الدعوة، وده اول سبب من اسباب الطعن بالنقط. ثانيا القصور في التسبيب، وهو سبب جوهري لكل طعون جنائية او مدنية، لانه يتوقف على تقدير المحكمة للأدلة والمستندات وكل ما تم في الدعوة سواء تحقيق او استجواب او تقرير خبير انتدبته المحكمة وترتكن المحكمة اليه في حكمها. وقد تكون تلك الاسباب خاطئة والمحكمة غير موفقة ولم يحالفها الصواب في ذلك، فتكون المحكمة في حكمها المطعون عليه قاصرة في التسبيب للحكم المطعون عليه، وليس لديها أسباب قانونية قوية تحصنه من الطعن وفق ما ورد في الحكم من أسباب. وزي ما قلت، حسب الملكة القانونية وقدرتك على استخراج الأسباب أو أسباب الطعن على أسباب الحكم بفنية وملكة الدفاع لديك اللي انت كونتها بالفكر القانوني، وتقدر زي ما أنا قلت في الأول تطوع كل هذه العناصر إلى عنصر الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتعيدها إليه. المحكمة عطت أسباب معينة
على موضوع الدعوة، قد يكون الأسباب اللي أعطتها المحكمة على موضوع الدعوة لا يرتبط أصلا بموضوع الدعوة، وبالتالي ارتبط بموضوع آخر لا يطبق عليه القانون مطبق على الدعوة، أصبح القصور في التسبيب أعاد الدعوة إلى الخطأ في القانون. شفت أنا بديك بس نموذج صغير، تقدر توظف كل أسبابك في الطعن إلى الخطأ في تطبيق القانون، وبالتالي لم تخرج عن برواز إن محكمة النقد محكمة قانون وليست محكمة موضوع. ثالثا، الخطأ في حق الدفاع. وطبعا في الحالة دي ليس المقصود بذلك الإهانة أو ما شابه ذلك، ولكن نوضح المعنى في الآتي. الخطأ في حق الدفاع بيكون في إيه؟ هو أن المحكمة اللي أصدرت الحكم المطعون عليه أو اللي أنت بتطعن عليه، قد تقدم الدفاع أمامها بأوجه دفوع ودفاع قانونية هامة وموضوعية، ولم تستجب إليها المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين والتفتت عنها ولم ترد عليها في أسباب حكمها المطعون عليه. وفي هذه الحالة، في شأن عدم استجابة المحكمة لأوجه الدفاع والدفوع الجوهرية من الطاعن أمامها، يكون حكمها معيب بالخطأ في حق الدفاع، وهو عدم قبول الدفاع. ليه؟ لأن المحكمة إذا استجابت إلى أوجه الدفوع والدفاع التي قدمها الطاعن أمامها، قد يكون استجابتها لأوجه الدفوع والدفاع الجوهرية التي أبداها أمامها سبب في تغيير وجه الرأي في الدعوة، سبب في تغيير وجه الرأي في الدعوة، ويكون الحكم عكس الحكم اللي خرج مطعون عليه اللي احنا بنطعن عليه. وده كان ده بيكون في الأحكام المدنية أو الجنائية، مش في الأحكام الجنائية بس ولا المدنية بس. يعني انت عندك دفوع ودفاع جوهري بتقوله في الموضوع المحكمة ما استجابتش له، لو استجابت له أو ركزت فيه أو ردت عليه في حكمها هيغير وجه الرأي في الدعوة. بدل الدعوة المدنية ترفض هتاخد قبول، بدل المتهم ياخد إدانة ياخد براءة، هتغير وجه الرأي في الدعوة. وده سبب أساسي ممكن أيضا أن تعيده وترجعه إلى الخطأ في تطبيق القانون. كل هذه الأسباب عندما تجتمع وتتحقق قد تقودنا إلى سبب هام جدا قد تقع فيه المحكمة المدنية أو الجنائية، ألا وهو سبب الرابع للطعن. بقى كل شيء في القضية ممكن تعيده للسبب ده، اللي هو إيه؟ الفساد في الاستدلال، بما يؤدي إلى تداول الدعوة سواء مدنية أو جنائية وقراءة موضوعها من المحكمة غير المقصود من الدعوة أو من ملفها، ومغير تماما لموضوعها كما لو كانت المحكمة تقرأ في ملف قضية أخرى. ده الفساد في الاستدلال، المحكمة لم تقرأ الدعوة جيدا أو استرشدت للأسباب اللي أسندت إليها حكمها من موضوع في موضوع الدعوة إلى موضوع دعوة أخرى. يعني تقول إيه؟ بالمختصر كده تحس ان الحكم الصادر اللي انت بتطعن عليه كأنه صدر في قضية تانية مش بتاعتك. كده بالملخص المفيد كده، كأن الحكم صدر في قضية غير قضيتك او قضية مشابهة لا ولكن مش قضيتك. ده الفساد في الاستدلال بملخصه كده. وتقدر ايضا زي ما انا قلت قبل كده انك تعيد نفس السبب ده اللي هو السبب الرابع في اسباب الطعن، تعيده إلى السبب الأولاني الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره، لأن القراءة الخاطئة للدعوة والطلبات الختامية والتي لم تقضي بها المحكمة أو قضت بغيرها بما لا يطلب الخصوم، وهو طبعا غير قانوني، ما أنا بقول أهو تقدر تعيدها للسبب الأولاني أمام محكمة القانون محكمة النقض، إنك أنت والمحكمة حكمت بما لا يطلب الخصوم يبقى حكمها باطل لأن ده شرط قانوني. يبقى تقدر تعيد كل الأسباب إلى السبب الأولاني اللي هو الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره. كل هذه الأسباب التي ذكرناها لابد فيها من تحرير مذكرة أسباب طعن بالنقض قوية وجادة وبأسباب ركيزة لقبول الطعن،
احنا طبعا اتكلمنا عن كل الطعن بالنقض وشروطه واركانه وازاي تكتب المذكرة والكلام ده. ولكن اعيد، انا دايما في كلمات او جمل كده بحب اكررها واعيد التأكيد عليها عشان ما يتوهمش اي طاعن باي كلام غير قانوني. اذكركم بنقاط اساسية، ان طريق الطعن بالنقض طريق غير عادي وليس له اثر في وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان هناك اشكال وقدم قبوله وحالة استثنائية وحالة الاعدام التي يوقف فيها الحكم تنفيذ الحكم اذا طعن عليه بالنقض. واذكركم ايضا ان محكمة النقض زي ما قلت قبل كده محكمة قانون وليست محكمة موضوع. انت كتبت مذكرة الاسباب زي ما شرحنا ازاي بتكتبها، واسباب اللي احنا ذكرناها شارحينها دي، في النهاية انت بتطلب بتقول اولا قبول الطعن بالنقض شكلا، ثانيا في الموضوع نقض الحكم والغائه والاعادة للمحكمة اللي اصدرته للفصل فيه مجددا، سبب ثالث انك ممكن تطلب فيه بصفة مؤقتة او صفة مستعجلة اشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الفصل في الطعن بالنقض. وبذلك اعزائي نكون قد استوفينا الطعن بالنقض بكل مراحله واشكاله، كيفية الطعن بالنقض وكيفية التقرير به وكيفية تحرير مذكرة اسباب الطعن بالنقض. وان شاء الله سوف يكون لنا في حلقة قادمة ان شاء الله عرض لبعض مذكرات الطعن بالنقض في المذكرات الجنائية والمدنية، وكذلك سنستعرض في حلقة مستقلة عن طريق الطعن غير العادي وهو التماس إعادة النظر. أعزائي ننتظر تعليقاتكم على قناتنا على يوتيوب أنت محامي، المحاماة في ثوبها الأسود، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.